بسم الله الرحمن الرحيم. اكشن باك 7 7th جريد، الصف السابع. اكتيفيتي بوك 10 تو بيج 4 اند بي وذ مي. اي ريمبر، انا اتذكر. اي ريمبر، الاي، ذي، يو، وي، اسماء جمع فعل حالي اولى بدون اس، اسمه سمبل بريزنت، مع الهي والشي والات والاسماء المفرده سي ريمبرز، حالي اولى مع اس، هي قاعده سمبل بريزنت. اوكي، وي هاف ريد ذيز سنتنسز، ريد اقرا، ريد اقرا هذه الجمل، هي صيغه امر، ريد اقرا. نيجاتيف منها شو معنى كلمه امر؟ امبراتيف، امبراتيف امر، اوردر. النيجاتيف منها دونت ريد، سبيك تكلم، دونت سبيك، جو اذهب، دونت جو، ليف غادر، دونت ليف. شفتوا كيف الامر؟ الفعل حالي اولى مجرده. النيجاتيف فورم اللي له دونت بلس انفينيتيف. These sentences، هذه الجمل. اقرا هذه الجمل. carefully بعناية، أي ظرف، الظرف صفة الفعل. read carefully، read carefully because you are careful. He is careful، هو حذر. He reads carefully. Okay. complete them، أكملهم. them عمين عائدة، refers to sentences، عائدة على الجمل. them فاعلها they، لو كانت الذم جاية قبل الفعل كان صار اسمها they، بصيغة السبجكت الفاعل منها اللي بيجي قبل الفعل اسمها they، لأنها أجت بعد الفعل complete صار اسمها them. عمين عائدة على الجمل، complete them أكملهم، يعني أكمل الجمل. with the correct words، بالكلمات الصحيحة. the words، الكلمات إلها صفة جاي قبلها، الصفة تسبق الموصوف. from A، هاي choices الخيارات، A B or C، من A B or C، or أصلا معناها أو، نستعملها للchoice للاختيار، للselection. choice الverb منها choose، choose chosen، selection الverb منها select، selected selected. okay، هلا بقرأها بسرعة كمان مرة. read these sentences، اقرأ هذه الجمل carefully بعناية. then complete them، أكملهم. with the correct words، الكلمات الصحيحة. from A B C، بعيد وبزيد عشان تدرسوهم معاي. yes، read these sentences carefully then complete them with the correct words from A B C. هلا الفكرة شرحها على الدفتر. okay، احكيلكم كيف فكرة الأسئلة هاي بعدين بنعملها على الكتاب، شو رأيكم؟ طبعا كل الأفكار هاي ماخدينها، يعني هاي عبارة عن ريفيجن إلها. هلا لما بنشوف الشكل أو الفورم أو الصيغة، آم وإز وآر، صلينا على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد. الآم والإز والآر، الآم والإز والآر، زائد اسم، زائد اسم. تعرفوا هاي الصيغة شو اسمها؟ هاي اسمها مضارع بسيط. شوف كيف عائلة البي ممكن تيجي مضارع بسيط، بس بشرط ما يجي بعدها فعل. تعرفوا لو اجت بعدها فعل شو راح يصير اسمها؟ راح يصير اسمها مضارع مستمر. الآم والإز والآر لو اجى وراها فعل غصب عنا بدنا نحطه بالآي إن جي، راح يصير اسمه مضارع مستمر. أما بعدها اسم ولا صفة ولا جار ومجرور، المهم مش فعل، يصير اسمها مضارع بسيط. حلو؟ آم وإز وآر زائد اسم، اسمها مضارع بسيط. هاي فكرة الأسئلة اللي هلأ رح نحلها. هلأ إيش علاقة الآم بالفاعل؟ مع الآي بس، حكر عليها. الإز إيش علاقتها بالفاعل؟ مع الهي والشي والإت والأسماء المفردة singular nouns. الآر إيش علاقتها بالفاعل؟ مع الذي واليو والوي والأسماء الجمع. طب تخيلوا كيف بدنا ننفيها؟ we add not، ما بلجأ لعائلة الدو زي المضارع اللي له اس واللي ما له اس. إذا حضر الماء بطل التيمم، في عندي فعل مساعد، ما بروح بلجأ لعائلة الدو. أنا دائما لجوء لعائلة الدو لجوء مبرر،
ما في عندي فعل مساعد أركب عليه النط في حالة النفي أو يتم وضعه قبل الفاعل في حالة السؤال عشان يعطي فورم السؤال زي الحالة الأولى اللي إلها أس والحالة الأولى اللي ما إلها أس بلجأ لعائلة الدو. أما عندي فعل مساعد من عائلة البي آم وإز وآر بحالة النفي بنركب النط عليه صارت الجملة بالنيجاتيف فورم يتم وضعه قبل الفاعل صارت الجملة بصيغة الانتروجاتيف فورم بصيغة السؤال أعطت شكل السؤال بالنفي نط 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 بالنفي أم نط إز نط أر نط السؤال أم قبل الفاعل إز قبل الفاعل وآر قبل الفاعل وعلى فكرة مش دايما الفاعل بيجي ضمير يمكن يجي اسم يجي آي يمكن يجي اسم مفرد يمكن يجي اسم جمع صح ولا لا يس هلا كمان مرة نيجاتيف فورم اللي إلها أم نط إز نط أر نط نون اعملوا دفتر زي دفترنا اكتب عليه الإكسبلانيشن بالطريقة هاي ودرسوها الانتروجاتيف فورم نجيب الاز والار والام بعدين الفاعل مين هو الفاعل الهي والشي والات والذي واليو والوي والاي بعدين الاسم بعدين ايش الكويشن مارك سهل هذا الفورم شو اسمه حكينا مضارع بسيط مضارع بسيط سمبل بريزنت احنا اخذنا الشكل الهي والشي والات اللي له اس واللي ما له اس مع الذي واليو والوي والاي هلا شكل اللي في عائله البي زائد اشي مش فعل سهل النيجاتيف سهل الانتروجاتيف ليتس ستاي وذ مي هلا وي هاف فكره حد بيسالنا ار ذي هل هم الاجابه بدها تكون يس ذي ار طلع كيف الار تيجي بالكابيتال اولا بعدين تيجي قبل ذي ار ذي هل هم يس ذي ار يس ونو نحطهم بالكابيتال بعدهم كوما صغيرة هاي يس ذي ار او نو ذي ار رنت اذا someone asks us are they yes they are no they are rent كيف انا حطيتها غير they صح are they I am sorry yes they are or no they aren't هلا are you هلا اليو بتحتمل معنيين اذا كان بيقصد فيها اللي قدامنا are you هل انت بنجاوب بالاي اذا كان بيقصد فيها are you هل انتم بنجاوب بالوي لانه اليو لكل المخاطب احنا عندنا بالعربي انت وانت وانتما وانتن وانتم عندهم بالانجلش يو لكل المخاطب ميل ولا فيميل مذكر ولا مؤنث ولا بلورال ولا سنجلر كل اللي قدامنا وبدنا نخاطبه بنحكي له يو سهل هل ار يو ان هل انت يس اي ام او نو اي ام نوت ار يو هل انتم يس وي ار نو وي ارنت اوكي هاي فكره الاسئله انا بعمل فيهم has got لديه و have got لديه مين اللي بيحب الاس كتير اللي هي والشي والات والاسماء المفردة وين ما في اس على السريع بروحه has got مع الهي والشي والات والاسماء المفردة has got هاي present perfect has زائد الفعل الحالي الثالثة got النفي منها hasn't got هاي في فعل مساعد من عيلة الهاف صح hasn't got السؤال منها has قبل الفاعل has he she it got سهل طيب ال have got مع they will you will we will I النفي منها haven't got السؤال منها have قبل الفاعل have they you we I got to دائما بدي أذكركم إنه مش دائما إحنا بنتعامل مع ضمائر يمكن مع أسماء مفردة بدل الضمائر يمكن مع أسماء جمع صح كمان مرة has got لديه النفي hasn't got السؤال has he she it got have got لديه مع they will you will we will I haven't got السؤال have they you we I got سهل بس هاي الأفكار نقدر نحل الأسئلة بطريقة كتير حلوة read these sentences carefully then complete them with the correct words from A, B or C one mark each one point each one grade each يعني كل واحد بسلام عليها الاي ما رح اختار لها الار ولا رح اختار لها الاز ام اي ام ا ستودنت انا طالب سمبل بريزنت هاي الام اللي وراها اسم صح ماي فادر
أبي. My father أبي عبارة عن he. بستثني الـ are اللي هي الـ aren't، وبستثني الـ am not لأنها للـ I. مين الخيار الصح؟ isn't. مين الخيار الصح؟ sorry isn't. مين الخيار الصح؟ isn't. My father isn't a doctor، ليس طبيب. برضو هذا الشكل إيش ماله؟ negative form للـ simple present اللي هي ركبنا النط على الـ is. اللي بعدها we، ما رح اختار الـ is، ما رح نختار الـ is، ولا رح نختار الـ am. شو suitable answer اللي إلها؟ or. شو suitable answer اللي إلها؟ or. إذن or is the suitable answer. طلعوا شو في عنا هنا الرابعة، سؤال اللي question. question يعني الـ interrogative form، حاطين علامة سؤال صح؟ هيها بالرابعة شايفينها. Are you with me? Stay with me. Please stay with me. هاي الـ question. هاي في عنا الـ question mark. هلا ما رح اختار الـ is، لأنه الـ is والذي طلعوا كيف شكلهم مرتبطين على بعض. الذي بدها are. ما رح اختار الذي are على فكرة. ليه؟ لأنه سؤال، بختار الـ are اللي بتيجي قبل الذي. مش بالسؤال are they اللي بنجاوب عنها yes they are no they aren't. بالسؤال ال are بتيجي قبل ال they. Are they your sisters؟ هل هم أخواته؟ okay yes they are. بدون ما اطلع على choices رح أعرف أجاوب yes they are. برجع they لمكانها yes they are. B شايفين B yes. I'm sorry. إذا بالسؤال are they your sisters? Yes, they are. لو كمان مرة أربعة are they your sisters? Yes, they are. هلا they بدها is good. شو هالخيار الأهبل صح؟ طبعا لا. Is good مش ضابطة. Have good has good مش ضابطة. They have good. See they have good خدناها. They will you will we will I have good صح. إذا إيش الخيار الصح؟ see. شو الخيار الصح؟ see. هلا we have we مش رح أختار لها hasn't. We ما بتاخد has. ما بدنا نختار اللي الهاف اللي من دون الجوت. haven't got. haven't got. اذا شو الخيار الصح اللي إلها؟ اي. شو الخيار الصح اللي إلها؟ اي. سهله. we haven't got. ليس لدينا TV set جهاز تلفاز. in our classroom في غرفة صفنا. سهل صح. number 8 a computer in your bedroom. في علامة سؤال. لاحظين انه في علامة سؤال question mark معناها الفورم اللي انه رح يكون سؤال صح؟ طلع كيف مرتبينها. بدنا نسأل باليو معناها بدي هاف. اختياري للهاز طبعا مرفوض. سي هاي كتير مستبعدة. كيف اليو مع الهاز مش ضابطة عن جد مش ضابطة صح؟ هلا متفقين انه بدي مع اليو هاف، بس كيف ترتيبها الصح؟ ال have got وبعدين ال you ولا ال have you got؟ have وبعدين الفاعل وبعدين ال got. have you got؟ have you got a computer in your bedroom؟ هل لديك كمبيوتر في غرفة نومك؟ ايش الخيار الصح؟ B. ايش الخيار الصح؟ B. This is my key. مفاتيحي. هاي ال possessive adjectives اللي هي ضمائر الملكية اللي it must be followed by noun. my key. Where's your key؟ هذا مفتاحي. وين مفتاحك؟ Where is your key؟ Where is your key؟ سي يعني صح؟ It's in my handbag. إنه في حقيبة يدي. It's in my handbag. في حقيبة يدي. سهل؟ حابة أقرأهم معكم بشكل سريع. I am a student. My father isn't a doctor. We are in the classroom. Are they your sisters? Yes, they are.
Number six. They have got new shoes. أحذية جديدة. We haven't got a TV set in our classroom في غرفة صفنا. Have you got a computer in your bedroom? لديك كمبيوتر أو حاسوب في غرفة نومك؟ This is my key. Where is your key? It's in my handbag في حقيبة يدي. Thank you for your listening.